زميلي على الهاتف الاعلامي شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس اداره النادي الاهلي. مساء الخير والف مبروك اولا على تولي المهمه. شكرا يا محمد، تحياتي ليك صديقي العزيز وزميلي، تحيه لضيوفك الكرام الاستاذ ثاني الاستاذ كريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كوره. استاذ كريم سعيد، اهلا بخير. اهلا محمد، يعني توحشت. ربنا يخليك يا شريف وبتمنى لك التوفيق، وتابعناك في اداء مهمتك ان شاء الله تكون اضافه في المكان ده، وتكون كمان يعني المكان طبعا بالتاكيد يعني يتم من خلاله صقل واضافه لمشوارك وخبراتك الكبيره في المجال الاعلامي، وتكون كمان يا شريف بما اعرفه عنك على المستوى المهني والشخصي والانساني اضافه للنجاحات الكبيره والكوادر المتميزه اللي دايما بيكون النادي الاهلي حريص على اختيارها لكافه المهام ان شاء الله. شكرا جزيلا عزيز، وانت عارف الارتباط فقط باسم النادي الاهلي هذا شرف يعني. اكيد لينا كلنا. ما نقدرش نتاخر الحقيقه عن انا هسالك على حاجات كتير، هنحاول نستفيد بوجودك معانا، ولسه الاجتماع يعني مستمر، لكن اجتماع الجزء منه المتعلق باليوم انتهى منذ قليل، وتابعنا البيان اللي اعلنته منذ قليل، تابعناه على الهواء مباشره. ما يتعلق بقرارات مجلس اداره او رؤيه وتلقي الكابتن محمود الخطيب واعضاء القائمه لنبأ تولي سعاده المستشار تركي آل الشيخ لهذه الصفقه او لقيمه صفقه انتقال اللاعب او المهاجم صلاح محسن للنادي الاهلي، المجلس شايفها ازاي ورد الفعل وتقييمك لده ايه؟ الحقيقه انه المجلس بيكبر ويقدر ويثمن جدا هذه المبادره، لانه الحقيقه انه دعم معالي الدكتور تركي آل الشيخ هذه القامه الكبيره رئيس شرف النادي الاهلي ورئيس الهيئه العامه للرياضه في المملكه العربيه السعوديه في الحقيقه ليس يعني تصدر الحقيقه على تمويل هذه الصفقه الكبيره محمد، ولكنه الحقيقه داعم بكل قوه وبكل حب لكثير من امور النادي الاهلي. الامر لا يقتصر فقط على الدعم المادي، ولكن هناك دعم ادبي كبير. لكن لو خدت الدعم المادي كجانب بسيط، انت بتتكلم في اقل من شهرين، الحقيقه انه معالي المستشار تركي آل الشيخ قدم مبلغ كبير مالي لدعم منشات النادي، يعني احضر فريق اتلتيكو مدريد ودفع للنادي الاهلي مقابل اداء هذه المباراه، ساعد اعاره عدد كبير من اللاعبين، يقدر 6 لاعبين بمبالغ محترمه للدوري السعودي 6 شهور وسنه وسنه ونص. هؤلاء اللاعبين يعني سيتاح لهم الحقيقه المشاركه في دوري قوي ودوري سعودي، اكيد الحفاظ على مستواهم الفني بالاضافه الى عائد مادي محترم للاعبين والنادي. اعلن كمان عن حرصه مع مجموعه من المشاركين من داخل وخارج مصر ومن السعوديه ومن الامارات عن هذا الدعم الكبير لمجلس الاداره الحالي، وخاصه للكابتن الخطيب ولاسم وقيمه وتاريخ النادي الاهلي من خلال مبادره استاد القرن ومشروع مدينه الاهلي الرياضيه. هو الحقيقه بينسق وبيساعد وبيقف بقوه خلف هذا الامر الحقيقه، وانه مجموعه المستثمرين قريبا سيكونوا في القاهره للعمل التنفيذي بهذا الحلم الكبير اللي طالما حلمنا فيه محمد. الحقيقه النهارده هو كان عند العهد فيه تواصل مع مجلس اداره النادي الاهلي وابنائه انه سيتحمل كافه تكاليف صفقه صلاح محسن هذا النجم الواعد الحقيقه اللي انتقل للنادي الاهلي من فريق انفي، وده بيؤكد على مكانه النادي الاهلي في قلب معالي المستشار تركي آل الشيخ. والحقيقه ايضا وتم ترجمه ده من خلال قرار سابق لمجلس الاداره بهذا يعني لهذا الاسم وكل التقدير له المستشار تركي آل الشيخ واختياره رئيسا شرفيا للنادي الاهلي. صحيح صحيح. فيعني اسمح لي مره ثانيه، الكابتن محمود الخطيب بلغني ان يتوجه على التام بجزيل الشكر وغايه الامتنان والتقدير لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، وان شاء الله الدعم المستمر والعلاقه المتميزه اللي بتربط الحقيقه معالي المستشار بالكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي مستمره، والرجل وعد ان لن يتوانى ولن يتاخر عن دعم النادي الاهلي في اي وقت ان شاء الله. انا بشكرك جدا للمشاركه معنا ولنقل هذه الرساله ايضا عن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره، وهذا الشكر الموجه للمستشار تركي آل الشيخ. بشكرك جدا يا شريف للمشاركه معنا.